نظمت ستارت اب بحرين النسخة السادسة من سلسلة جولاتها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية. وخلال الفعالية عرضت 4 شركات ناشئة بحرينية مشاريعها أمام لجنة التحكيم التي ضمت عددا من الحكام المحليين والإقليميين. من منطلق اهتمام مملكة البحرين المتواصل بتعزيز ريادة الأعمال عبر تقديم الدعم للمؤسسات في مختلف مراحلها التنموية، جاءت مبادرة جولات ستارت اب بحرين التي تهدف إلى مد جسور التواصل بين أصحاب المشاريع الناشئة من ذوي الفكر الريادي المبدع والمستثمرين المحتملين. انبهرت بجودة الشركات اللي مساهمة اليوم معنا، المؤسسين متحمسين، لهم خبرة طيبة، أفكارهم مبتكرة جدا، مبدعين في الواقع. فأنا سعيد جدا بكوني عضو في لجنة التحكيم، وشفت أنه لا بالواقع في الواقع الشركات الناشئة في البحرين إن شاء الله أمورهم طيبة، ما دام هذا اللي شفناه اليوم أمورهم طيبة. والله فرحانين بالفوز صراحة. فالتيم الأول المشاركين كانوا قوي جدا يعني، وأنا عرفتهم خلال الفترة طافت. نحن عندنا رسالة اللي هو تثقيف الشعب البحريني بعدين الخليجي عن الأكل الصحي وطريقة والأنواع الأكل الصحي. فاخترنا أهم وأقوى نوع من الأكل الصحي اللي هو الفيرمنتد فود، اللي هو الأطعمة المخمرة. واستعرضت الشركات الناشئة أمام لجنة التحكيم مشاريع متميزة تنتمي لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث قدمت كل منها حلولاً مبتكرة، وذلك بعد خضوعها لبرنامج تدريبي مكثف لتطوير مهارات عرض المشاريع والحصول على التمويل من المستثمرين. كانت تجربة وايد مميزة، لأن ما قصروا تمكين وبي دي بي وكل الناس اللي شاركوا عشان يسوون هاي الشيء، ساعدونا في نكون فكرتنا ونحسن منها. وبعد جلسة التقييم الدقيقة من لجنة التحكيم، تم الإعلان عن فوز شركة فريمندايت بالمركز الأول، والتي تقدم نموذج عمل فريد من نوعه يتماشى مع احتياجات السوق. مبادرة جولات ستارت اب بحرين هي انعكاس لتطور المشهد الريادي في المملكة التي تزخر بالطاقات البحرينية المجتهدة والطموحة. اختتم معرض سيتيسكيب العالمي عمله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان لبناء مسكن المستقبل، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال سعودي، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة وأكثر من 10,000 مستثمر دولي وأكثر من 300 متحدث، فيما تجاوز عدد الزوار للمعرض 160 ألف زائر. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وصفت العملات المشفرة بأنها وسيلة لتبادل القيمة عبر الإنترنت تعتمد على التشفير الرقمي للتحقق وضمان الأمان، وتمكنت العملات المشفرة من فتح أبواب جديدة للاستثمار والتبادل وتوفير طرق للدفع الرقمي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي الأستاذ وائل مكارم، كبير استراتيجي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكسنس. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. في البداية أستاذ، ما هي أبرز تطورات سوق العملات المشفرة في الفترة الأخيرة؟ على استضافة، يعني طبعا في الأونة الأخيرة عم نشوف أحجام تداول أقل على العملات المشفرة. صحيح عم تعلى التقلبات، ولكن هذا بيعود لسيولة أخف في الأسواق. في الفترة الأخيرة كانت الأسواق كلها أو أنظار المتداولين كلها تتجه نحو أي تطورات من هيئة الرقابة الأمريكية حول تصديق على طلبات اللي تقدمت فيها بنوك استثمارية حول تي أفس أو الصناديق الاستثمارية المتداولة.
فهذه كل يعني الفترة الأخيرة التقلبات كانت عم تتمحور حول عناوين حول هذا الموضوع، لأنه هذا شيء أساسي جدا لقطاع العملات المشفرة في حال نعم. تم الموافقة عليه. أيضا الأمور الأخرى اللي عم بيكون فيها أكثر انتباه هي مثل الموضوع اللي عم يحصل مع باينانس في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال كان في أي تطورات حول هذا الملف، بالإضافة إنه أمس كنا أيضا شدنا بعد الموافقة لـ FTX على تسييل تقريبا 7 مليار من الكريبتو الموجودة. هذا كمان بانتظار يعني نشوف كيف رح تتفاعل معه الأسواق، وخاصة يعني عم نحكي نحن على التخلي عن أو تسييل 7 مليار، ليس بالأمر السهل في العملات المشفرة. نعم أستاذ وائل، ما هي العوامل التي تؤثر على تقلب أسعار العملات المشفرة؟ يعني طبعا مثل ما كنا ذكرنا الآونة الأخيرة موضوع الـ ETFs أو الصناديق المتداولة هي مهمة نعم. جدا، ولكن أيضا في حال بدنا نربط العملات المشفرة أيضا للأصول الأخرى، من الطبيعي نكون عم نتابع أي أرقام عم تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتأثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي حول معدلات الفائدة. نعم. كل ما نتجه نحن صوب أكثر وضوح أنه الاحتياطي الفيدرالي من الممكن أنه يكون انتهى من دورته التشديدية، هذا الشيء ممكن يدعم الأصول ذات المخاطر العالية اللي منها أيضا تعتبر العملات المشفرة اللي ممكن تستفيد، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين أيضا. يعني عم نقترب نحن أكثر من الهالفينج تبع البيتكوين اللي هو بيتم تقريبا في منتصف عام 2024، فكل ما نحن عم نقترب من هذا التاريخ عم تزيد شوي عم يزيد تفاؤل المستثمرين، ولكن بدنا يكون في نوع من الرواق، خاصة أنه بالفترة الأخيرة شفنا العديد من المخاطر اللي كان عم يتعرض لها القطاع اللي أثرت بشكل واضح على القيمة السوقية اللي كانت عم تتراجع لتقريبا تريليون دولار في الوقت الحالي، بعد ما كنا نحن شدنا تقريبا في آخر عام 2021 كانت القيمة السوقية عند حدود 3 تريليون دولار. فبدنا دوافع إيجابية أكثر لنرجع الثقة في هذا القطاع يلي ممكن بالتالي ينعكس إيجابا على الأسعار على المدى البعيد. بالتأكيد الأستاذ وائل مكارم كبير استراتيجي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكسنس، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.